تحسبهاش هناك صح. اولا يجب ان يعرف سيكولوجيه هذا الطفل، يعرف هذا هو لازم نعرف ما هي الاساليب وما هي وكيف الواجب. تم اليوم بمقر مجلس قضاء المسيلة تنظيم يوم دراسي للتحسيس حول ظاهرة الغش في الامتحانات والمسابقات. هذا اليوم الدراسي بمشاركة عدة فاعلين لا سيما من المصالح الأمنية المختلفة من الأمن الوطني والدرك الوطني وكذا ممثلي مديري وإطارات مديرية التربية بما فيهم رؤساء مراكز إجراء الامتحانات. هذا اليوم التحسيسي يهدف إلى شرح بعض الأحكام الوقائية وكذا الأحكام الجزائية التي أتت على ظل تعديل قانون العقوبة سنة 2020 وهذا للحد من هذه الظاهرة. المجلس القضائي أو النيابة العامة في ولاية المسيلة بقيامها بهذا اليوم الدراسي الذي من خلاله يفهم السادة رؤساء المراكز وسائل الغش والأساليب المستعملة وكذلك العمل على تحسيس الجميع بهذا الجانب.